هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اقدم لكم اليوم شرح جديد من قناة الرحال. اليوم نشرح لكم احد اعطال اليو بي اس. هذا اليو بي اس، هاي النوعية اذا تلاحظوها اللي مدخلها 3 دايود، هذا 1 2 3 اللي ينطي للبطاريات. هذا اليو بي اس شنو كانت المشكلة مالته؟ هذا اليو بي اس انه ما يشتغل الا تنطيه تيار كهرباء، يعني الا تركب التيار الكهرباء 220 يلا تقدر تشغل السويتش الخاص به، يعني ما يشتغل وما ينطينا فولتيه الا تنطيه تيار كهربائي. يعني اذا طفيته قمت باطفاء الجهاز وهو كان ما مشكل على التيار الكهربائي بعد ما يشتغل، يعني اذا هالشكل وطفيته بعد ما يعتلق، انتهت بعد لا يعتلق ولا ينطي فولت. راح نعلمكم الحل الخاص بهذا العطل. اذا تلاحظون هنا عندنا هاي القطعة بالضبط، هاي 3 رجلين لها، هاي القطعة 3 رجلين بيها مشكلة، وقمنا باستبدال هذه القطعة. طبعا هي موجود من عتها، هاي القطعة بغير جهاز، تقدر تاخذ من غير جهاز عاطل يعني مستهلك، تلقاه نفس الرقم نفس القيمة باقي الأجهزة، يعني موجود من عتها نفس الجهاز، موجود 2 و3 نفس القيمة ونفس الأرقام الموجودة بها. هذا كانت مشكلة هذا الجهاز، يعني هذا الجهاز إذا فصلناه من التيار الكهربائي وطفيناه بعد ما يشتغل أبد، إلا نعيد عليه التيار الكهربائي يلا يبدي يشتغل من جديد. يعني هاي العملية ما تخليك ترتاح بالشغل مالته، إلا تنطي تيار كهربائي يلا تقدر الشغله. فشنو المشكلة الخاصة به؟ هذه القطعة اللي قلت لكم عليها هي هاي السبب مالته. وهسه احنا شوفوا فاصلين من التيار الكهربائي ونقوم بتشغيله. اذا تلاحظون شوفوا شلون راح يبدي يشتغل. هسه نبدي نشغله. هسه احتلق عندنا المصابيع، تلقيت والشغل مالته مضبوط وكان العطل مالته هاي القطعة اللي قلت لكم عليها. وهذا الشرح كان احد اعطال اليو بي اس الخاص بالراوتر والنانو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.